الأمير فيليب، أمير يوناني قاتل أقرباءه في الحرب وتزوج ملكة بريطانيا. مر الأمير فيليب بالكثير من الصعاب في حياته، أحدثها نقله الثلاثاء إلى مستشفى آخر لمراقبة مشكلة طبية في قلبه قديمة، ومن المرجح أنه توفي اليوم. أثارت أزمة الأمير فيليب الصحية قلق العالم بأكمله، وسط استمرار تكتم العائلة الملكية على تفاصيل مرضه تحديدا. ولكن التاريخ أثبت أن الأمير فيليب ذو 99 عاما مر بما هو أسوأ ونجح في اجتيازه. ولذلك نستعرض في هذا الفيديو أبرز محطات حياة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية. ولد الأمير فيليب في العاشر من جوان من سنة 1921. كان أميرا لليونان والدنمارك، حيث كان ترتيبه السادس لتولي حكم اليونان. جاء الأمير فيليب من عائلة ملكية قوية، فوالده هو أمير اليونان والدنمارك، ووالدته الأميرة أليس من باتنبرغ. وكان الأمير فيليب هو ابنهما الولد الوحيد وترتيبه الخامس بين شقيقاته. ورغم مولد الأمير فيليب في اليونان، لكنه لا يتحدث لغتها الأصلية، بل يكتفي بفهمها قليلا، لذلك يقول على نفسه أنه دنماركي. يمتلك الأمير فيليب مهارة تعدد اللغات، فهو يتحدث ثلاث لغات، الإنجليزية والفرنسية والألمانية. ونفيت عائلة الأمير فيليب من اليونان في طفولته، بعد أن أجبر عمه الملك قسطنطين على التنازل عن عرشه بسبب الحرب اليونانية التركية. واتهم الأمير فيليب بالخيانة، مما اضطر العائلة بأكملها للهرب. شباب الأمير فيليب. في البداية عاش الأمير فيليب في باريس مع خالته الثرية الأميرة جورج، التي اشتهرت برعايتها لسيغموند فرويد. وفي وقت لاحق أرسل الأمير فيليب إلى بريطانيا، وهناك عاش مع جدته لأمه الأميرة فيكتوريا، التي ألحقته بمدرسة تشيم، قبل أن ينتقل منها إلى مدرسة في ألمانيا مملوكة لأبناء عمومته. حفلت حياة الأمير فيليب بالمآسي في شبابه، إذ ماتت شقيقته سيسيل مع أبناء عمه في حادث تحطم طائرة، ثم توفي عمه جورج إيفار ماونت باتن الماركيز الرابع لميلفورد هيفن بعدهم بوقت قصير، بعد رحلة معاناة مع سرطان النخاع. تخرج الأمير فيليب في البحرية الملكية البريطانية، بينما تزوجت شقيقاته من أمراء ألمان، وهو الحدث الذي وضع العائلة في مأزق بالنظر إلى تزامن تلك الفترة مع الحرب العالمية ضد هتلر. خدم الأمير فيليب مع القوات البريطانية في الحرب العالمية الثانية ضد نسيبه الأمير كريستوف، الذي كان يخدم في القوات الألمانية، وحصل على وسام صليب البسالة اليوناني لشجاعته خلال الحرب. وكان حاضرا في خليج طوكيو من أجل استسلام اليابان في سبتمبر من سنة 1945. وهناك التقى بالأميرة إليزابيث الثانية سنة 1939، عندما طلب منه اصطحاب إليزابيث وشقيقتها الأميرة مارغريت لزيارة الكلية البحرية البريطانية. ولدت قصة حب بين الثنائي، كللت بطلب زواج رسمي من الملكة سنة 1946، عندما كانت إليزابيث في العشرين من عمرها. ولكن تأجلت الخطبة حتى أتمت 21، وعقد القران سنة 1947. وأذيع حفل زفافهما على الراديو، واستمع إليه أكثر من 200 مليون شخص. وتعد زيجتهما أطول زيجة في تاريخ العائلة الملكية على الإطلاق. أنجبت إليزابيث أبناءها الأمير تشارلز والأميرة آن، قبل أن تتوج ملكة سنة 1953، ونقل الأمير فيليب إليها نقل إليها عفوا الخبر شخصيا. يعشق الأمير فيليب ممارسة رياضة البولو، وظل يلعبها حتى سنة 1971. كذلك يعرف عنه حب القوارب واليخوت، ويمتلك رخصة قيادة طائرات. وبحلول عيد ميلاده الـ70، كان قد تجاوز 5000 ساعة طيران. الأمير فيليب هو أكبر رجال العائلة الملكية سنا، وثالث أطول عمر في الأسرة بعد الأميرة أليس والملكة إليزابيث الأم.